إذن هي نهاية رسمية لرئيس ألفاف محمد راوراو على ضوء تصريحات ممثل الحكومة، وهذا بعد سياسة فاشلة وإصرار من رئيس ألفاف على عدم الإقرار بالسقوط. يقول محمد قريشي: على راوراو أن يقدم اعتذاراته للشعب الجزائري، بل عليه أن يغادر. هي آخر خرجات وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بعد المشاركة المخيبة للمنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بالغابون، والتي وقع من خلالها رسمياً على شهادة وفاة راوراو على رأس الاتحاد الجزائري بعد أخطائه القاتلة، حتى وإن رفض الحاج الإقرار بها انطلاقاً من مبدئه الخطأ ليس من صفاتي. لا راح يكون فيه انقلاب او تغيير ولا قايتك، لازم يمدوا فرصه للجان. علاش؟ كاين شبان اللي عندهم كفاءه، اللي عندهم مستوى وعندهم الرغبه باش يسيروا. خرجه رسميه ناريه جاءت لتؤكد نهايه محمد راوراو على عرش الفاف وبشكل رسمي، بعدما اثبتت عديد المعطيات سابقا أنها حقيقة لا مفر منها، لتثبت الجهات المسؤولة صحة الفرضية بلسان الوزير الهادي ولد علي الذي رسم سقوط راوراو من كرسي الاتحاد الجزائري لكرة القدم ثمنا لسياسته الفاشلة في تسيير شؤون المنتخب والكرة الجزائرية، رغم الإمكانيات المادية الكبيرة التي وفرت من أجل تشريف الراية الوطنية في المواعيد الكبرى.